أهلا بكم في المهاجر اليمني. اليوم بننطلق في أول حلقة من جولتنا المميزة باحثين عن المهاجرين العرب واليمنيين في ربوع أوروبا. حلقتنا اليوم في باريس، عاصمة فرنسا وأكبر مدنها. المدينة تقع على ضفاف نهر السين ويسكنها أكثر من 2 مليون شخص. باريس واحدة من أجمل مدن العالم اللي تأثر الزائر بتراثها المعماري والثقافي، وهذا اللي يخليها واحدة من أكثر المدن زيارة من قبل السياح في العالم. باريس مدينة النور، مدينة العشاق، حيث برج إيفل، متحف اللوفر وقوس النصر وشارع الشانزليزيه. واحدة من أهم العقبات اللي يمكن تواجه المهاجرين هنا في أوروبا هي مسألة تربية الأبناء. سنتطرق في هذه الحلقة ونخصص على هذا الموضوع مع ضيف حلقتنا هنا في باريس، الأستاذ أمين الزبيري. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ طيب، السؤال الأول، أنت كم لك في باريس سنة؟ 10 سنوات. 10 سنوات. نعم. ما شاء الله. حن اليوم بنتكلم على موضوع أولادك. أنت عندك 4 أولاد صح؟ 5. 5 ما شاء الله. بنتكلم على أولادك، أنت هنا 10 سنوات في باريس فرنسا، كيف تتعامل مع مسألة تربية أبنائك؟ كيف تحافظ عليهم؟ فمعك 5 أولاد كلهم يدرسوا في المدارس الآن صح؟ نعم. إيش نوع المدارس اللي هم ملتحقين فيها؟ المدارس الفرنسية. مدارس حكومية فرنسية. نعم، الحكومية الفرنسية العادية. فالمدارس هذه الحكومية هل هي دينية؟ هل يعطون دروس دينية؟ هل هي فيها دروس مسيحية؟ مثلا عندنا في اليمن في الضروري تروح مدرسة يكون في دروس قرآن كذا، التربية الإسلامية. أيوة. أنت هنا في فرنسا بلد مسيحي، هل يعطوهم في المدرسة دروس مسيحية كذا؟ في فرنسا المدارس ما تتدخلش بالدين، كلها دروس علمية، لا توجد أي موضوع ديني. طيب، أنت بالنهاية فرنسا أوروبا بلد الانفتاح، بلد المدري إيش، بلد يعني فيها أشياء كثيرة، وأنت جاء من اليمن وما شاء الله باللبس الحالي هذا، يعني ما تخاف على أولادك؟ ما تخاف على تربيتهم، على هويتهم، على كذا وأنت في وسط باريس؟ شوف، كل أولا على التربية، والتربية في المنزل نفس الشيء، انه في المنزل ضروري انه تعلم الابناء عن بلدهم، عن تاريخهم، عن عاداتهم، عن تقاليدهم. ف لا، ما بش خوف يعني مهما كان. حتى في المدارس يوجد كثير عرب، ويوجد يعني ما بالنسبه انه اخاف على الاولاد، لا اخاف عليهم التربيه. حتى في اليمن او في غيره اذا ما فيش تربيه ما يصلحش. ايوه، حتى ولو بدي درس دين او ده، بس اهم شيء الحمد لله انا في بيتي في دائما بالعادة والتقاليد اليمنية، أكلموا عن اليمن، عن المناطق اليمن، عن ماذا التاريخ اليمني، الآثار اليمنية، كل شيء عن اليمن يعني ملمين به. ونفس الشيء يعني متعلقين باليمن من كثر حب كلام لليمن، يعني كل شيء عن اليمن تكلمهم بحلوة تقول لهم يمشوا اليمن. ما شاء الله. بالنسبة لرمضان، الآن احنا في رمضان وهذه الأجواء وانت في بلد غير مسلم، ايش الطقوس والاشياء اللي تسووها بحيث انه في الاسره يعني مع اولادك تحافظوا على الهويه الاسلاميه؟ ويعني ايش الترتيبات تسووها تعيشوا اجواء رمضان اللي في اليمن؟ في رمضان، شوف، رمضان في اليمن غير، لا تقول لي ولا اقول لك. شجن بالنسبه لي، شجن جدا جدا والله. قبل ما يجي رمضان حتى الاولاد عارفين، اقسم بالله اني اكلمهم، واذا لو تكلموا تقول ما ابوكم كان يفعل في رمضان في اليمن، اكلمهم كيف يصير سوق الملح، هذاك العصر يصير شرواني والشعوبيات، العصير الزبيب، اصلي في الجامع الكبير، اتكحل هناك عند الكحل في ساحه الجامع. هذه جديده ما قد سمعتها. لا، في الجامع لو تشوف ادخل على اليوتيوب الشيبات يجيبوا كحل ويكحلوا الذي هذا في وقت العصر. طيب، وهنا ايش الترتيبات اللي تسووها؟ هل الترتيبات اكثر شيء في البيت، لانه الجو عامه مش ما في جو رمضاني، يعني ما تدخل يشارع في البيت. في البيت قبل رمضان باسبوع ضروري ما علق الفوانيس، ضروري ما علق النجوم، ضروري زينه رمضان كلها في البيت. ولو ما يجي رمضان يموتوا. اول شيء نجلس مثلا، يرجعوا من المدرسه، بعد ما يرجع من المدرسة قبل الإفطار هكذا أنا وزوجة نقوم نطبخ ونجهز السمبوس والتمر والشفوت، كل شيء أكل يمني 100% كأني في البلاد. بعدين بعد ما هذا نفطر نقوم نصلي مع بعض. بعد ما نصلي دائما يموتوا في الحلقات المسلسلات اليمنية. طيب، لو تكلموا تقول تعرفوا المسلسلات، تحكم على المسلسلات اليمنية حق رمضان، حافظ لها يتابعوها بشغف.
بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أحلى من استقبلنا. السلام عليكم. بونجور. أتكلم فرنسي كمان. ها ركزتوا انتوا يا المشاهدين، لكن شوفوا الاستاذ اللبس حقه شبواني صح؟ ايه. وهذا الصنعاني تهامي ويافعي والصغيرة كمان صنعاني. ما شاء الله ما شاء الله. كومونتو تابيل؟ لؤي امين الزبيري. لحظة باركة، كلا جاءتو؟ جي 13 13. والله الفرنسي حقي لسه شغالة صح. 13 عمرك صح؟ 13 ما شاء الله. وانت ايش اسمك يا بطل؟ غسان امين الزبيري. غسان امين الزبيري. وانت؟ بشرى الزبيري. بشرى. والحبوبه؟ اسمها إيلين. إيلين. تتكلمي إيلين ولا ما تتكلمي؟ كيف حالك؟ شو الحلاوه هذه؟ كومونت تابيل؟ إيلين. لؤي كيف الحال؟ الحمد لله. انت صف كم الان تدرس؟ انا صف سابع. صف سابع. وغسان؟ انا في صف ثاني. ثاني. وبشرى؟ صف تاسع. صف تاسع. طيب كيف الدراسة؟ صعب مو صعبة عليكم اللغة الفرنسية؟ يعني يعتبر لغة صعبة، صعبة ولا سهل ولا تعدي كل الدروس؟ درجاتك حلوة؟ كيف الوضع؟ لا سهلة حلو. هو من طفولتي وأنا في فرنسا ومنات الدروس. كم كان عمرك لما جيتي فرنسا؟ 4 سنين. والآن عادك تقدري تكتبي لغة عربية بالعربي وتقرأي؟ يعني إيش اللغة اللي عندك أفضل الآن أو أقوى، الفرنسي ولا العربي؟ الفرنسي. الفرنسي. لكن عادك أهم شيء تعرفي تكتبي وتتكلمي وتقرأي عربي. أيوة. الحمد لله. وأنت كيف الدراسة معك يا غسان؟ صعبة ولا سهلة؟ سهلة. سهلة جدا ولا ها وسط؟ جدا. جدا سهلة. بطل بطل ذكي ذكي يا غسان. قول له أي كيف الوضع معك؟ الحمد لله تعم بسيطة. بسيطة ما شاء الله كلهم أذكياء. أنت الآن من صنعاء ولا من تهامة؟ تهامة. أنت من تهامة؟ من صنعاء ولا؟ أنا من صنعاء. طيب ليش لابس تهامي؟ وأبي اختار. وعاجبك اللبس؟ أيوه. تصوم أنت في رمضان؟ من 3 ساعات ولا 4 ساعات. 3 ساعات لأربع ساعات بس. أيوة. والباقي لمن؟ زي. الباقي على لؤي. لؤي تصوم أنت؟ أي أنا من أصوم. كامل اليوم كامل؟ أيوه اليوم كامل. احنا في غرفة العيال هنا في غرفة غسان ولؤي. شوفوا الالوان، الاستاذ امين قال انه كانوا مختلفين على لون الغرفة، فجهة غسان هنا اختار اللون الاصفر وجهة لؤي اخضر، هو مشايفه اخضر اللون الاخضر، لؤي لون ازرق. وهذه الشيخة إيلين. يا جماعة البنت هذه تواكل الوكل. تعالي تعالي تعالي. شوفوا يا جماعة كومونتو تابيل؟ إيلين. إيلين كلا جاءتو؟ دو دو. عمرها سنتين صح؟ أربع سنوات. أربع كاتغو. كاتغو. شوف هذا صور غسان في المدرسة مع زملائه. لا هذا سبايدر مان لابسين هذا في الهالوين ولا في ايش هذا اللي لبسوه؟ كرنفال. كرنفال لبسوا كل واحد لبس. وهذا كمان. لحظة وين غسان هنا؟ وين غسان؟ غسان هذا؟ لا غسان هذا. تعال 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 وريني وين غسان. وين غسان؟ غسان هذا هذا غسان. اوه غسان هذا. كم كان عمرك هنا؟ 6. 6. مين هذا؟ إيلين. إيلين. مين هذا؟ حسن. غسان. غسان. ورينا الصور حقك، قل لنا متى الصورة هذيك؟ هذه الصورة ليش لابس لبس أبيض هناك؟ دكتور. هذا لؤي. هو كوت عمل كوستيم. ها كوت أبيض. هل في هنا يا جماعة أهم معلم في باريس وفرنسا وأكثرها زيارة؟ تقريبا 7 مليون شخص
يزوروا هذا الشيء اللي خلفي برج إيفل سنويا. وللمعلومة في شيء هناك اسمه متلازمة باريس، الناس لما يشوفوا صورة البرج في الانترنت يفكروا شيء مرة واو، لما يجوا هنا عبارة عن كومة من الحديد لا أقل ولا أكثر، فيجي يوم صدمة وإحباط تسمى بمتلازمة باريس. أيضاً من ضمن الأشياء الرائعة في هذه المدينة اللي تستحق نوقف عندها واللي تبعث فينا الفخر كيمنيين تواجد هذا المطعم اليمني اللي يتواجد في أهم شارع وسط باريس، شارع الشانزليزيه في باريس. أهلاً بكم في مطعم حضرموت. هنا أحد الزبائن اللي قاعدين يأكلوا في المطعم، الأستاذة رنا من اليمن صح؟ أيوة. كيف الحال؟ الحمد لله بالعافية. الله يعافيك إن شاء الله. والأستاذ زوجك؟ بنجامان شابوت. أيوة زوجي فرنسي. فرنسي. واليوم عزمتي على أكل يمني؟ عزمنا على أكل يمني. صلحي له في البيت ولا ما في له في المطعم؟ لا أصلح في البيت بس اليوم حبينا نغير جو شوية. How is the food? Very good. What's the name of this one? Do you know the name? مدفون. وأيضا في هذه الجلسة الرائعة هنا معنا الأستاذ هاني، كيف الحال؟ حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. كلهم هذو عزمهم أصدقاء فرنسيين. First time trying Yemeni food. No, I have been to Sana'a long time ago. To Sana'a. ما شاء الله. When? Oh, long time ago, 2008. 2008. ما شاء الله. So, and you first time trying Yemeni food? أنا يمني. أنت يمني؟ من أي مدينة؟ من بيحان. من بيحان؟ أيوان. أنت من وين أنت؟ أنا من إب. أوكي. تعرف إب؟ هي لكن. متى رحت اليمن آخر مرة؟ يمكن في شي 5 سنوات. 5 سنوات. خزنت قات ولا ما خزنت؟ هي لكن. لأن ما كنت باليمن كل يوم خزن قات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وكيف الأكل اليوم في المطعم؟ كتير طيب. إيش أفضل أكلة عجبتك؟ اللحم كتير طيب، السلطة كتير طيب، الحنيذ المدفون إلا إيش؟ إيه كتير طيب. And you, what's the best meal you liked? The fish is my second time trying it. Yeah. السمك الموفى. Oh, so and you, what about you, sir? Yeah, everything was good. Everything. Everything. How? What? From 1 to 10, what's the score you can give it? 1 to 10, order for the restaurant. Yes. I would say 8. 8 out of 10. Okay, that's and good. That's good. 9 ونص. إيه. لا حنا ما في كات. إذا في كات. وين أصحاب المطعم؟ ضروري نجيب لك. ضروري نغلق 10. النيو out of 10. 9 out of 10. 9 out of 10. النيو. 9 as well. أوكي. ملابيتي. مرسي بوكو. شكرا شكرا أستاذ هادي. الله يحفظك. وهكذا يا جماعة شايفين دائما أنا أقول الأكل اليمني أهم حاجة وواحد من الأشياء الرائعة اللي تمثل ثقافتنا. فشكرا لمطعم حضرموت ونتمنى لهم كل التوفيق. وإذا جيتوا باريس ضروري تزوروا. سؤال حلقتنا لهذا اليوم من فقرة من الشارع، بنسأل أهل المدينة أهل باريس من هنا من أمام قوس النصر في وسط المدينة سؤال ماذا يعرفوا عن اليمن. Hi. Yo. What's good? Hello. How are you doing? I'm fine, thank you. So I have a simple question. What do you know about Yemen, the country? I feel like Yemen is a country that is under quite a lot of pressure and they're going through a lot at this present time. I'm not too sure as to what's happening too much, but I do know that Yemen is going through quite a crisis. Poverty and war and everything like that, yeah. Anything else? So obviously what I've seen quite a lot about obviously people struggling and there's not much help being given to you, so support and stuff like that. What do you know about Yemen, the country? Nothing. It's in the Middle East. Good start. Anything else? No. where in the Middle East? Under Saudi Arabia. That's true. Good geography information. Not at all. Just it's a country. Okay. Anything else? Where it's located? No. I don't learning that in school. So anything else about Yemen? You know, maybe what language they speak? No. Have you heard about the country Yemen or not? A little bit. What did you hear? Just Yemen. I don't know.
more. So you didn't know anything? No. So am I the first Yemeni person you talk to? Yes. And what is the first impression you get about Yemeni people just from talking with me? You are cool. Wow. Okay. Thank you. Savez-vous quelque chose pour Yémen? Je sais pas du tout moi. Franchement, je ne sais pas du tout. Hein. Je suis pas trop l'actualité, donc moi personnellement, non, pas du tout. En France, on n'entend pas parler beaucoup du Yémen, à vrai dire. Voilà, on ne sait pas vous aider la puce dessus. On ne sait pas. Ok. Savez-vous quelque chose pour le monde Ramadan? Ah, pour le Ramadan, le mois du Ramadan, oui. Ben, c'est bientôt. Donc on va bientôt le faire. Hein. Moi, je suis quand même, je suis musulman, donc je vais le faire aussi. Voilà. Donc on va commencer. Ça va être une belle épreuve. On va tous être ensemble, plop, et c'est bon. Voilà, tout à fait. C'est ça. On va tous être ensemble pendant ce mois-là et voilà, tous en famille et savourer ce moment-là. Et oui, bah, force à eux, parce que moi je le fais pas, mais je suis avec eux aussi pour le Ramadan. Je les soutiens à fond. Merci. Merci. Ouais. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Ciao. Ouais. إذن يا جماعة، هذه كانت حلقتنا اليوم من باريس. نشوفكم في الحلقة القادمة في مدينة أوروبية جديدة.